نقطة البؤرة للعدسة الرقيقة. لو أن جسما يبعد مسافة غير محدودة، بفرض أن يو تساوي بعد الجسم عن العدسة وأن الأشعة الساقطة من هذا الجسم تكون متوازية، مجموعة الأشعة توازي محور العدسة المجمعة كما بالشكل. هذه الأشعة بعد انكسارها تتجمع في النقطة F2 على الجانب الآخر من العدسة. هذه النقطة تسمى البؤرة الأساسية للعدسة. المركز الهندسي لوسط العدسة يسمى المركز البصري، وهو يمثل بالنقطة P. النقطة P المسافة بينها وبين البؤرة الأساسية تسمى البعد البؤري F. بالنسبة إلى العدسة المقعرة، الأشعة تسقط موازية لمحور العدسة، تنكسر بعيدا عن محور العدسة كما هو موضح. هذه الأشعة المنكسرة تمتد إلى الخلف وتتقابل في النقطة F2. لذلك F2 هي البؤرة الأساسية للعدسة المفرقة أو المقعرة. إذن من الواضح أن البعد البؤري في العدسة المحدبة المجمعة يكون موجبا، بينما في العدسة المقعرة المفرقة يكون سالبا. عندما يكون الوسط الذي يمر به الضوء على جانبي العدسة واحد، فلكي نوجد البعد البؤري وضعنا الجسم على بعد U يساوي ما لا نهاية، وبعد الصورة V يساوي F في المعادلة. المعادلة 1 على V ناقص 1 على U تساوي بين قوسين N2 ناقص N1. نغلق القوسين على N1 في 1 على R1 ناقص 1 على R2. المعادلة الثانية 1 على F تساوي بين قوسين N2 ناقص N1. نغلق القوسين على N1 في 1 على R1 ناقص 1 على R2. وهذه تسمى المعادلات الصانعة للعدسة. فمن هذه المعادلة يمكن معرفة مادة العدسة والبعد البؤري وأنصاف أقطار التقوس لسطح العدسة. بتجميع المعادلة 1 و2 نحصل على 1 على V ناقص 1 على U تساوي 1 على F. تسمى المعادلة السابقة بمعادلة جاوس للعدسة الرقيقة.